السلام عليكم البنات، ونهاركم مبروك. رجعت لكم انا بشرة من قناة تدبير البيت مع بشرة. فيديو اليوم هو تحت طلبكم بخصوص كيكة المول العجيب اللي طلبتوها مني، فان شاء الله نزل لكم الفيديو هذا وتابعوه للاخير وجربوها لانها كتجي رائعة جدا. وما تنسونيش من لي لايك ديالكم والتعليق ديالكم، واذا جربتوها خلوا لي التعليق ديالكم تحت باش البنات يتشجعوا ويجربوها ايضا. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير ديال هاد الكيكة هم سهلين جدا وناجحة جدا، يعني ما فيهاش مقادير كثيرة، كتعتبر اقتصادية يعني وزوينة للضيوف وكتحمر الوجه. فبالنسبة للمول هو هذا كما شايفين، هذا المول اللي كيكون هكذا محفور. انا هذا المول هذا جايبه من المغرب. بالنسبة للمقادير، 3 البيضات، كاس الحليب، كاس السكر، كاس الزيت، بيكنج باودر اللي هي 16 غرام. عملت انا هنا ما عملت فانيليا، عملت قشور الليمون. الى عندك فانيليا اللي عمليها، عندك قشور برتقال ايضا عمليها. اما انا هنا عملت قشور ديال الحامض او قشور الليمون. فالمقادير مكتوب لكم ان شاء الله تحت الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبة للطريقة، كما كتشوفوا انا هنا خلطت البيض مع السكر حتى يذوب قليلا. بعد ذلك ضفت عليه قشور الليمون اللي هم قشور الحامض. فانا كنحاول اني يعني نتكلم شويه باللغه الفصحى، لانه خواتنا يعني اللي عندي في القناه او صديقاتي اللي عندي في القناه هم طلبوا مني هاد الكيكه، فلهذا كنحاول نتكلم شويه بلهجه مفهومه. فكما قلت لكم البنات، كنخلط السكر والبيض، 3 ديال البيضات وقشور الليمون، او ممكن تستغنوا عن قشور الليمون تعملوا قشور البرتقال او لا الفانيليا. فقط هاد النقطة حبيت نشرحها لكم. كنحرك جيدا هكذا باليد ديالي، ممكن عندكم طراب الكهربائي او لا ممكن بالعجانة. انا يعني حبيت نخلط باليد ديالي باش نشجعكم هكذا شوية بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش. فبعد ذلك كنضيف الزيت، كما كتشوفوا يد خدامه ويد كتحط الاشياء في الحوض. فلا ضروري لازم يعني ما نخليوش الكركبات يعني تجمع لينا هكذا، لان من الحاجات صراحه اللي كتخلينا نكرهوا نعملوا هاد الحلويات وهادشي هي ديك الكركبه ديالها. فدائما ملي كنعملوا الحاجه هكذايا كنشتغلوا بها، كنغسلوها ومن بعد كنرجعوا نكملوا. فهنايا خلطت الزيت السكر والبيض، كنضيف الحليب. بعد ذلك غدا نضيف البيكنج باودر والطحين. بالنسبه للطحين البنات، كما قلت لكم دائما يعني هاد المعلومه هذه خديتها من عند سيده شيف، يعني شيف معروفه. ف الا عملتي السوائل مثلا، حنا هنا عملنا كاسين من السوائل، غادي تعملي كاسين من الطحين او 3 كؤوس من الطحين. فدائما هذه يعني هذا هو السر باش تكون عندك الكيك ديالك منفوخه وباش كتجي طالعه هكذا. يعني انا صراحه ما كنتش كنعرف هذه المعلومه حتى عرفتها مؤخرا، وليت كنستعملها. يعني كاسين ديال السوائل اللي غنستعملهم في الكيك مقابلهم 3 كؤوس تاع الطحين. يعني جربوها البنات ان شاء الله غادا تطلع لكم الكيك ديالكم زوينه. فهنايا جبت الطحين ديالي غادا كما قلت لكم. بالنسبه للكاس اللي وزنت به، فهو كاس العنابه اللي مشهور عندنا في المغرب. بالنسبه للبنات اللي في الدول العربيه هو 100 غرام، يعني هذاك الكاس كيساوي 100 غرام. فان شاء الله غادي نكتب لكم هاد المقادير كلها في صندوق الوصف. فهنا كنضيف الطحين شيئا فشيء، ثم افضل غربلو الطحين مع البيكنج باودر. انا هنايا لاني عارفه عندي الطحين، يعني انا هنا كيفاش كنجيبو هكذا، كنحطو في هذيك العلبه، كنحطو مغربل كنخلي فقط للكيك. فكنبقى مستمره بهاد يعني بهاد الطريقه حتى كنخلط عندي الكيك جيدا ونخلطها مع البيكنج باودر. بعد ذلك غادي نحطها في الصينيه. بالنسبه للصينيه او للمول، فانا طحنته دهنته بالزبده وحطيت عليه الطحين، يعني باش ما تلصقش لي هذاك الكيك.
فقط غادي نحط فيه الخليط ديالي، غندخلها للفرن. بالنسبة للفرن انا شغلت عليه من تحت، يعني الصراحة ما شغلتش عليه حتى من فوق، خليتها هكذا مع نفسها، لانه فاش درتها في هذا النهار انا كنت كان كما شفتوا معايا، كنت كان يوم الجمعة كنت كنعمل كسكسي، فخليتها يعني، ولكن وطيت عليها النار، يعني حطيتها، انا ما عندي الصراحة داك ديال شحال ديال الحرارة، ولكن وطيت عليها النار وخليتها من تحت فقط حتى طابت يعني على راحتها، تطلع هذيك الريحه ديالها وطابت على راحتها. ومن بعد كتشوف فيها هكذا بداك بالسكين، الا طلع لك نظيف راه كتكون طابت، كتجي رائعه هاد الكيك، كتجي زوينه فقط. وان شاء الله بعد ما غندخل الفران ونخرجها غنوريكم الشكل ديالها ونوريكم الحشوه اللي عملت ليها. هنايا البنات بعد ما خرجت من الفرن هانتوما كيما كتشوفوا الشكل ديالها، كتجي من الوسط يعني فاضيه ولا خاويه هكذا، وكتجي هكذا طالعه، كتجي زوينه يعني، كتجي فنه، ما كت يعني ما كتلصقش في المول عفوا. وكما قلت لكم البنات هانتوما داك يعني تقدروها هكذا تاكلوها غير بوحدها، من غير ما تقدروا ديروها في اي مول عندكم، يعني الا ما عندكمش داك المول. بالنسبه للكريمه اللي غادا نعملوا بها الحشوه اللي في الوسط هذيك، فانا هنا غادا نعملها بالكريم باتيسري او لا بالكاسترد. غادا ندير نص لتر من الحليب، وغادا ندير واحد 3 المعالق كبار تاع السكر، ثم على حسب الحلاوه اللي كتبغيو، كنتو بغيتو مسكر يعني تقدروا ديروه اكثر. وغادا ندير ملعقتين كبار من الكريم باتيسري او من الكاسترد، فانا هنا عندي البودره جاهزه. فقط كما قلت لكم السكر ممكن تزيدوا فيه شويه لو بغيتوا، انا فقط هنا درت 3 معالق كبار ديال السكر. وغادا نحط هذا الخليط كله فوق النار، غادا نبقى هكذا يعني ايدي فيه بالتحريك حتى كيتقال عندنا الخليط على نار هاديه فقط، وغادا نحيدوه ونخليوه يبرد واحد شويه، ومن بعد غادا ندوزو نحشو به الكيكه ديالنا. المهم هنا البنات بعد ما عملنا داك الكريمه ديالنا فوق النار، خليتها بشويه بردت، كنجيبها هكذا كنحركها وكنحطها وسط الكيك ديالنا، فكتجي يعني كتجي لحد في القد، وممكن تزودوا واحد شويه على داك نص لتر في الحليب اللي بغيتوها تجيكم يعني حتى الفوق، فانا هكذا يعني زوينه غير باش نتخلي لي المكان فين نقدر نزينها. المهم بعد ما عملت هذيك الكريمه دخلتها للثلاجه حتى شدت شويه في راسها، وبعد ذلك زينتها بهذوك القلوب ديال الشوكولاته. بالنسبه للقلوب ديال الشوكولاته فانا كان صوبتهم في دوك لي مول ديال لي صابلي ديال البلاستيك اللي كنت وريتكم قبل، درت الشوكولاته هكذا وحطيتها وخليتهم حتى بردوا، ودهنتهم شويه بداك البريون اللي كيتباع ديال الشوكولاته. بعد ذلك دهنتها من الجوانب بشويه ديال السيرو، ديال السيرو اولا ديال الشربات اولا شويه ديال العسل كتسخنوه فقط، وزينتها بهاد الشوكولاته الفيرميسيل اللي عندي من الجوانب. الا ما عندكمش هاد الانواع من الشوكولاته ديال الفيرميسيل، ممكن تزينوها بشويه ديال الفول السوداني او الكاوكاو او شويه ديال الكوك او اي حاجه عندكم توفرها، يعني ما توقفوش على حاجه وحده.
وكان هذا هو الشكل ديالها يعني النهائي. كانت زوين، وكان الطعم ديالها زوين ورائع الصراحة. كنتمنى صراحة البنات تعجبكم هاد الوصفة وتجربوها، شوفوا كيفاش كتجي من الجناب هكذا طالعة. والمول كما قلت لكم راه شريته من المغرب، وكاين هنايا، كنظن كاين هنايا، لأني شفت شحال من وحدة في قنوات يعني ماشي مغربيات وعندهم هاد المول. تقدروا تلقاوه في ايكيا كنظن، او في المحلات ديال الاواني. فكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو البنات، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ونتمنى تكون عجبتكم الكيكه ونزلتها لكم تحت طلب ديالكم. واللي عجبكم الفيديو والكيك ما تنساونيش ملي لايك ديالكم، وتخلوا لي التعليق ديالكم لتحت، واللي جربتها ترجعوا تكتب لي التعليق ديالها. ولا ما زلتي جديده في القناه، كنقول لك ضغطي على زر الاشتراك وضغطي على الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد. وما تنساونيش من الدعاء ديالكم حبيباتي، نقول لكم مع السلامة. ان شاء الله ننزل لكم فيديو ديال الكوكيز الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة حبيباتي.